خلينا نخش بقى على طول نبتدي الاسئله بتاعتنا. عندنا ثلاث مراحل اسئله، انا مين او انا ايه، كل الاسره بتشترك فيها. وعندنا مرحلتين تانيين الاطفال بس هما اللي بيجاوبوا، اللي هي صح وغلط واختيارات. نبتدي على طول بقى انا مين او انا ايه اللي الاسره كلها بتشارك فيها. والسؤال الاول، الاسره دي انا عاصمه دوله المغرب. عاصمه ايه؟ دوله المغرب. ايه؟ خمسه اربعه كازابلانكا ثلاثه الرباط. هنا السؤال، هنا انا عاصمه دوله تونس. دي سهله قوي. خمسه ايه؟ قوي في ايه بقى؟ اربعه. طب ايه بقى احنا ليه بنتفاجئ ناسا؟ ثلاثه اثنين ايه؟ لا تونس. اه والله. ماشي مفيش. طب هنا أسرة جوري، أنا مهندس مصري مشهور سافرت إلى ألمانيا وأصبحت كبير المهندسين في مشروع إعادة إنشاء قطارات برلين المركزية. ده تخصصك. أنت عارفاه؟ آه أنا عارفاه بس أخدته في الدرس ناسية اسمه. طب إيه؟ قولي. دكتور إيه؟ مش مهندس مصري. ها؟ خمسة؟ لو قلت لك الاسم الأول هتقولي الاسم الثاني؟ أربعة؟ دكتور هاني. ثلاثة؟ هاني محمد؟ لا إيه ده؟ اثنين، ده أي كلام. واحد، هاني عازر طبعا. عن هاني عازر اللي أنت لسه واخداه بقى ودارساه، ولد عام 1948 في مدينة طنطا وانتقل للعيش في القاهرة لإكمال دراساته الثانوية، فاكرة الدرس؟ سافر إلى ألمانيا للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة بعد تخرجه من الجامعة سنة 73، وقلنا حقق إنجازات مدهشة وضخمة في مجال الهندسة، متخصص في الهندسه المدنيه، احد افضل مهندسي تشييد الانفاق والجسور في العالم كله. افتكرتي الدرس يا استاذه؟ انا هاجي اذاكر لكم انا بقى. ماشي اوكي. هنا بقى، انا طريق كانت تقطعه السفن حول افريقيا وكان ياخذ الكثير من الوقت. دايما بنهزر حتى نقول انتوا خدتوا طريق رأس رجاء الصالح. بالظبط كده، رأس رجاء الصالح. شطارة. ماشي، أنا الحاصل على الدوري الإنجليزي موسم 2021 و22. حاصل إيه؟ الدوري الإنجليزي 2021 و22. الحاصل على الدوري الإنجليزي كرة إيه؟ ليفربول. لا، مانشستر سيتي. مانشستر سيتي، وأنت اللي قلت ليفربول في الأول يا بابا. ماشي، أنا المنتخب الفائز ببطولة أمم أوروبا اليورو الأخيرة. فرنسا. لا، إيطاليا. وأنا ما قلتلكوش. طب ماشي، واضح إن إحنا معلوماتنا الكروية مدهشة في الأسرتين.